الشباب ترحيب بحضراتكم. ما زلنا مستمرين في استضافه نجومنا الكبار، نجوم النادي الاهلي سواء السابقين بقى او المحليين، ان شاء الله هيكونوا موجودين معانا اكيد في وقت من الاوقات طبعا النجوم الحاليين، لكن خلينا دائما بنعتز بنجوم كبار بيكونوا موجودين في وقت من الاوقات ادوا كتير للنادي الاهلي وما زالوا بيدوا كتير للنادي الاهلي من خلال تواجدهم في مناصب متعدده او مختلفه داخل جدران النادي الاهلي. معايا ضيف مهم جدا، واحد من الناس اللي اكتشفوني انا شخصيا وجابني النادي الاهلي، كابتن ابراهيم عبد الصمد نجم مصر ونجم النادي الاهلي. كابتن ابراهيم برحب بحضرتك، وطبعا مدير اكاديميات النادي الاهلي طبعا كابتن ابراهيم. اهلا وسهلا بيك، تحياتي ليك يا كابتن. خليني في البدايه طبعا وفي ظل وجودك طبعا في بيتك اكيد قناه النادي الاهلي، اتكلم في البدايه على الاكاديميه لان انا عندي كذا محور منه طبعا النادي الاهلي ورؤيتك ليه وايضا منتخبنا الوطني والناشئين بوجه عام في مصر. ما دام احنا بنتكلم على الاكاديميات لازم هنتكلم عن الناشئين. اكاديميه النادي الاهلي كابتن، ويمكن توليت المسؤوليه السنه اللي فاتت كابتن بدايه السنه دي، وفي شغل كابتن ابراهيم عبد الصمد ابتدى يشتغل عليه من حيث ابتدى او انتهى الاخرون. صحيح. الحقيقه من ساعه ما استلمت الاكاديميه، انا اولا بشتغل في الاكاديميات بقى لي 8 9 سنين يعني. كنت مدير الفرع في. هو انت مكتشف المواهب يا كابتن بس قبل اي شيء؟ الحمد لله. لا ما هعدلك الاسامي بقى. اسامي بقى هعدل اسامي هعدلك يعني. وانا كنت ماسك قطاع الناشئين زمان طبعا انت اولهم. جايبك في قبل كمان جايبك واحنا بنلعب. لا واحنا بنلعب الماتشات بتبقى عيني على الفرق اللي ضدنا. فبشوف مين فيهم البارز وبالتالي بحطه في دماغي وبيبقى ده الهدف بتاعي ان انا اجيبه يعني. منهم انت جبتك من نادي اسكو، حسن مصطفى جبته 12 سنه من مركز شباب الجزيره. انا كنت 12 برضه كابتن في الطريق. إيه؟ 12 13 سنه في الوقت ده انا برضه جه. امال ايه. في ما انا بقول لك في الوقت دوت يعني. في كتير في مين بقى اللي قبل كده يا كابتن؟ في ما انا بقول لك حسن مصطفى، في هشام حنفي جايبه من نادي الصيد، كنا بنلعب ماتش ودي. كان في قصه كمان في نادي الصيد دي، كان حازم امام كمان كان مع هشام. ف قلت له انا عايز الاثنين دول. ابو جبل الله. طب حازم ما كانش ينفع بقى. فحازم امام طبعا لسه كان صغير كده بالنسبه لي يعني. فقال لي انكل ما ينفعش، ده انا بابا حماده وفي جده ما ينفعش. ما ينفعش اجي النادي الاهلي يعني. فالحمد لله. واحنا يعني الحمد لله تفرق كتير ان انت بتبص وانت بتنقي الناشئين. الناشئ ده هيبقى بعد كام سنه ممكن يبقى لعيب فريق اول. تفرق كتير قوي. ممكن ناس كتير بتنقي انما ما بيستمروش. العين مهمه جدا في القطاع، في القطاع الناشئين ده. لما تكون العين مهمه ثاقبه وبتنقي تنقيه للمستقبل. ولما نيجي هتكلم على الاكاديميات هقول لك حته بقى النظر للمستقبل يعني. طب انا هقول لك حاجه انت قلتها لي يا كابتن لما انا جيت. انا كنت بلعب هاف رايت على فكره. ايوه. وبعد كده انت قلت لي لا هتلعب براس حربه، واديتني شويه حاجات كده تدريبات قالت لي هتفرق معاك. جزئيه التسلم التسليم والتسليم والتسلم قلت لي اشتغل عليها وانت هتبقى من احسن الفراوده في مصر. ده ربنا يخليك. واسمه ايه ده من نادي الصيد قلت هشام حنفي. هشام كان جاي عايز يلعب راس حرب. عكسك بقى يعني. انا بدلته بدلك انت. انت بدلته في النص بلعب راس حرب، هو جاي يلعب راس حرب. قلت له لا هشام مش تلعب راس حرب، انت تلعب وسط ملعب. قعد زعلان مني مرتين ثلاثه، وجيب لي والده وجاب لي. قلت له بص هتلعب وسط ملعب والمكان ده مش هتتشال منه. هتلعب فريق اول وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقك هتلعب منتخب مصر. لغايه ما بطل في المكان اللي انا نقيته له. تفرق كتير كمان غير ان انت بتختار البوزيشن اللي هو يقدر يجيد فيه يعني. فهي دي برضه بتفرق كتير قوي مع اللعيبه في وقتنا هذا يعني. طيب بالنسبه للاكاديميات بقى فطبعا لازم نبتدي بس بالجزئيه دي طبعا. اكتشاف المواهب واكتشاف عديد من اللاعبين في النادي الاهلي. حضرتك طلعوا للفريق الاول عن طريق طبعا كان برضه كان سيد عبد الحفيظ واحمد فوزي كان في طريقهم انهم يبطلوا. فاكر انا. ايوه. ولان كابتن صالح كان ايه قال لي ادمج الفرق مع بعض. كان عندنا 10 فرق فقال لي لا ادمج الفرق مع بعض، عايز 5 فرق بس، وعايز كل فرقه بدل 125 عايزهم 18. يا كابتن صالح ما ينفعش يا كابتن، ده انا كده همشي 150 لعيب. قال لي لا شوف بقى انت والمجموعه اللي معاك طلعوا لي احسن لعيب. فجت حظ سيد عبد الحفيظ واحمد فوزي في المجموعه اللي ملهاش مسابقه. فالمدربين طبعا عايزين يعني عايزين يكسبوا. فانا شايف فيهم حاجه كويسه.
يعني انا شايف فيهم حاجه كويسه. كان معاهم سراج على فكره اللي ماسك عنفين كمان احمد سراج. فطبعا كان احمد ماهر الله يرحمه كان مدير نادي النيل. فقلت له احمد احنا الثلاثه اولاد دول هيبقوا عندك وانا هاخد الاستغناءات منك قبل ما يوقعوا النادي النيل. وخدت الاستغناءات مسبقه بدون تاريخ يعني واحتفظت بيهم بنادي النيل وعلى اخر السنه جبتهم. والثلاثه لعبوا فريق اول. صحيح. ما انا بقول لك الحمد لله الحمد لله بتفرق مع الوقت. احمد لسه مبطل السنه السنه دي وسراج مدرب هايل. كوره ما شاء الله كابتن سيد ربنا يكرمه ويوفقه دايما ان شاء الله. فدي كانت حاجه لازم ابتدي بيها كابتن مكتشف المواهب وتحافظ يعني حته الفكره انك توديهم في حته عشان انت شايف فيهم حاجه. دي كانت حاجه ممتازه. لا الحمد لله الحمد لله ما شاء الله. طيب خلينا نبتدي يا كابتن بقى واكاديميه النادي الاهلي واكيد شغل مهم حضرتك. لما جيت يعني الاكاديميات وانا ماسك السنين اللي فاتت شايف ان احنا بنفرخ لعيبه ممتازين بس ما بنستفيدش منهم كنادي اهلي. وما كانش عندي السلطه ان انا اقدر اعمل حاجه يعني. فلما توليت المهمه ان انا ماسك الاكاديميات كلها جات لي الفكره ان انا لازم استفيد باللعيبه المميزه وعايز اوقعهم نادي اهلي. طب انا عايز اوقعهم نادي اهلي لازم يبقى فيه هدف. فجات لي الفكره ان انا اشترك بالاهلي به. طبعا عشان انفذ الفكره لازم اتصل بالكابتن عمرو ابو المجد اللي هو ماسك قطاع الناشئين. دكتور عمرو. لان انا اكاديميه ماليش حق التوقيع. فعرضت عليه الفكره. الحقيقه كان متجاوب جدا وقال لي دي فكره هايله وان شاء الله باذن الله هتخدمنا جدا جدا. انا مش فاهم بقى حته هتخدمنا دي هو بيفكر في ايه؟ هو بيفكر في حاجه ثانيه جميله هقولها لك دلوقتي. اتفضل يا كابتن. فالمهم ابتديت افوت على كل الاكاديميات وانا احنا عندنا ثلاث مستويات في الاكاديميه، مستوى البيجينر اللي هو لسه بيبتدوا، ومستوى متوسط، ومستوى متميز شويه اللي هم بيبتدوا يبقى شكل لعيبه كوره. تمام. فالمجموعه المتميزه دي ببتدي انقي منها يعني. عندنا طبعا اكثر من اكاديميه في القاهره، في عندنا مدينه نصر، وعندنا الشيخ زايد، وعندنا السعوديه، وعندنا حلوان، وعندنا القطاميه، كلهم في القاهره يعني. فابتديت لفيت عليهم كلهم ونقيت اللعيبه المتميزه منهم كلهم في الاعمار المختلفه مواليد 2005 و2006 و2007 و2008. نقيت حوالي 80 لعيب من ال 20 لعيب من كل عمر سن يعني. وبعدين الحقيقه برضو مجلس الاداره الحقيقه لما عرضنا الفكره عليه انا والكابتن عمرو وافقوا الحقيقه وافقوا فورا لان الفكره فعلا لمصلحه النادي. بعد ما عملت كده عملت اجتماع مع الكابتن عمرو وعرفت بقى هو بيفكر في ايه. قال لي كمان انت هنعمل ايه؟ في لعيبه عندنا ما عندهاش فرصه تلعب. تمام. في قطاع الناشئين. تمام. فقال لي احنا هنديك مجموعه 7-8 لعيبه في كل مرحله سنيه كده ما عندهمش الفرصه انهم يبقوا متواجدين فوق معانا في الاهلي. فهنديهم لك يبقوا موجودين معاك في الاهلي به. وبالتالي يعني مزيدا من الاحتكاكات معاك والماتشات والكده اكيد ان شاء الله باذن الله هنطلع بحاجه كويسه. خدتهم ومضيناهم، مضينا كل المجموعه دي نادي اهلي وابتدينا ندربهم وخدنا لعيبه من المدربين من الاكاديميه هم المشرفين عليهم. تمام. والحمد لله يعني برغم ان احنا ما بنبصش للنتائج انما الحمد لله الحمد لله الاربع فرق متصدرين الدوري به لغايه دلوقتي. ده في البراعم في البراعم. تمام. في البراعم 2005 و2006 و2007 و2008. وانا قلت للكابتن عمرو انا هفاجئك بالمستوى الولاد اللي هيطلعوا من عندنا. طبعا انا هنعمل تقريج وهنقدمه لرئيس قطاع الناشئين. يعني انت بتشوف انها كانت مفروض الخطوه دي تتعمل لان انت الاكاديميات كان بيطلع كام واحد منهم كابتن؟ كتير في القطاع. كتير. لا بالقطاع عدد قليل. عدد قليل يعني القطاع بيختار منهم بقى بيبتدي يختار منهم. على فكره في السنين اللي فاتت عشان ما نغبش حق حد حد حق حد في مجموعه كبيره متميزه طلعوا قطاع الناشئين. جميل. يعني في ما ده الهدف من الاكاديميات في جميع الاعمار في مجموعه من الاكاديميات في القطاع الناشئين. السنه دي بقى لما كده الوضع ده اتعمل الحقيقه عامل اولا رواج جامد جدا بقى ليها كذا هدف. الاكاديميه بقى ليها هدف دلوقتي انها سلمه انها توصل لقطاع الناشئين في النادي الاهلي.
فيبقى اولا حصل اقبال الحمد لله جميل جدا بالنسبه للعدد اللاعبين في الاكاديميه، وكمان مستوى الولاد في المراحل المختلفه زاد بطريقه غير طبيعيه. عشان بقى في منافسه كابتن وهدف. لا وهدف، واحنا الحمد لله ما بنضغطش، يعني ما بنضغطش على الولاد، ما بنقولهمش لازم نكسب ولازم مش عارف ايه ولازم كذا. برغم من كده الحمد لله النتائج الحقيقه كلها في صالح. الحاجه الغريبه بقى، عشان تعرف ان تربيه نادي اهلي من بدري، لما اللعيبه بيتعادلوا صغننين بقى اسلام من سنين وتسع سنين وعشر سنين، لما بيتعادلوا بيقعدوا يعيطوا. لا والله عسل. مش مصدق يعني. الحته ده 8 سنين بس عشان الناس تتخيل. ما انا بقول لك يعني زقريت زونطتين كده. من امتى احنا حته المركز الاول دي مغروزه في اللعيبه؟ عشان كده بيطلع حته المركز الثاني دي مش موجوده عند كل الاعمار السنيه في النادي الاهلي. طب الفكره دي يا كابتن يعني بتشوف انها تقريبا، وانا عارف كابتن ابراهيم دايما بالارقام، ممكن ينجح كام لاعب يبقى موجودين في وقت من الاوقات في الفريق الاول من خلال الفكره والاكاديميات يا كابتن؟ بص حبيبي، هو طبعا احنا بنطلع الاول، مش الفريق الاول مباشره، احنا بنطلع الاول الاعمار السنيه اللي في القطاع. انا شايف ان في مجموعه متميزه جدا في كل الاعمار، عشان يعني كده بقول لك حضرتك او كلام حضرتك. احنا عندنا تجربه مثلا بتبقى موجوده في اوروبا زي اللاماسيا في برشلونه. أيوة. هي اكاديميه موجوده وطلع منها ميسي، طلع منها نجوم كبار كانت، بس عشان نبقى ايوه. ما هي ده دور الاكاديميات، لان برضو احنا كنا بنربي للنوادي الثانيه. يعني لما اول ما الولد يوصل لسن المزاوله بقى في المسابقات وكده اللي بتعملها المناطق المختلفه، بيبتدي الولد لو ما لقاش حظه في النادي الاهلي يروح النوادي المنافسه، نادي انبي ونادي المقاولين ونادي طلائع الجيش ونادي، بيبتدي يروح. طب احنا بنربي للنوادي الثانيه، فعشان كده الفكره دي جات لي. لا انا مش هربي للنوادي الثانيه بقى، انا هربي للنادي اللي فضله علينا واللي خيره علينا. لازم يبقى الشغل بتاع المدربين ده لازم نظهره، المدربين اللي موجودين في الاكاديميه لازم اظهر الشغل ده، ويبقى شغلهم للنادي اللي احنا بننتمي ليه يعني. انا سؤالي كابتن، يعني اكاديميه الكويت يا كابتن حضرتك برضو طبعا. طيب ايه اللي بيحصل بالنسبه للاولاد مثلا اللي هناك؟ ما انا بقول لك، اول ما استلمت رحت بصيت برضو كان نفس الوضع، كان يعني ما فيش صله بين الاكاديميه والقطاع. تمام. ما كانش فيه الفرصه انهم يتشافوا، فانا قعدت مع اولياء الامور والناس المسؤولين عن الاكاديميه في الكويت. سافرت 3 ايام. تمام. قعدت 3 ايام، سافرت وقعدت مع اولياء الامور وقعدت مع الناس المسؤولين في الاكاديميه. عملنا لهم معسكر في القاهره وفي الصيف، وعملنا لهم تمرينات في ملعب الاكاديميه، واتفقت لهم على ماتشات كتيره للاكاديميات المختلفه والنوادي اللي في القاهره، واتفقت مع قطاع الناشئين انهم يعملوا اختبارات خاصه للعيبه اللي جايين من الكويت. في مجموعه كبيره فضلت لغايه اخر اختبار اللي هو الاختبار الثالث الاخراني خالص، وبعدين يعني في الاخر خدوا لعيب من اكاديميه الكويت، وده انا شخصيا بعتبره مكسب. هو تقريبا عددهم كام يا كابتن؟ في الكويت حوالي 200. طب يعني لما يطلع لعيب من لا كويس قوي. لا كويس قوي. انا لما يبقى في 3 لعيبه مكملين، وخاصه ان الاختبارات بتاعه النادي الاهلي بيجي لها مثلا 10 15 ألف. صحيح. فقول ان من الكويت بس من 200 واحد باخد 3 لعيبه بيكملوا لغايه الاخر، واديناهم الفرصه انهم يتشافوا السنه دي. وواحد بقى دلوقتي من الاساسيين في 2005. من الاساسيين اصلا هيبقى اساسي، وده هيبقى على فكره مستقبله كويس قوي. جميل. واقنعت اولياء الامور يعني المدام وجوزها انهم لازم يسيبوه في القاهره وهم يسافروا. قعد مع خالته. قعد مع خالته وحولوا له مدرسه. جميل يا كابتن. حولوا له مدرسه هنا وكل حاجه هنا، وقعد هنا الناس برضو بتحب النادي الاهلي. انا بقول لك بقى من الاساسيين دلوقتي، والكابتن احمد سمير الحقيقه بيشكر فيه جامد يعني. عشان كده برضه انا بشجع مجلس الاداره الحقيقه على اساس التفكير الراقي اللي هم ناويين يعملوه، ان هم عايزين يعملوا اكاديميات في افريقيا.
لكن نادي الافريقي دي هتنفعنا جدا جدا جدا. الخروج بقى بره الاطار او خارج الصندوق يا كابتن. ان انت تربي بقى. موضوع كبير قوي وخطير جدا. اولا هيعود على النادي بفائده فنيه كبيره جدا. انت كمان اسمك كبير في افريقيا. وفائده ماليه كبيره جدا، وبالتالي مش هتضطر ان انت تصرف فلوس على اللعيبه اللي انت بتشتريها، انت بتربي اولادك، بتربي للنادي. اللي هم مش مصريين. اللي هم مش مصريين. وتقدر تجيب زي دلوقتي ما الاوروبا كلها عامله اكاديميات في افريقيا. طب انت ليه صحيح. ده انت ليه ما تبقاش زيهم، وان انت برضو يبقى عندك مدربين اكفاء هم اللي مسؤولين عنهم انهم يمرنوهم وانهم يبعتوا لك. يعني هل حدث كلام يا كابتن في هذه الجزئيه مع مجلس الاداره حتى الان ولا هو لسه ما يعني الكابتن الخطيب لسه قبله النهارده قال لي لا انا عايز تقريع الاكاديميات كلها، وعايز اقعد معاك عشان نرتب البيت من اول وجديد ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. ففي خلال اسبوع تقريبا هيحصل اللقاء ده وهنتفق على كل التفاصيل يعني. بس انت شايف ان كابتن الخطيب ومجلس الاداره مصمم على هذه الجزئيه يعني، لان فعلا انت بتخرج بقى بره النطاق. لا جزئيه جميله طبعا، وهنبقى سباقين طبعا. بدل ما تروح تشتري لعيب بمليون ولا 200 بمليون دولار ولا لا يبقى انت بتجيبه بتاعك وتشتغل عليه ويتباع برضه بعد كده، وفي نفس الوقت انت بتوفر دخل للنادي. يعني انت بتجيب دخل طبعا للنادي، وفي نفس الوقت ان انت بتوفر له فلوس ان هو بدل ما يشتري ان احنا ولادك دول، ولادك اللي مربينهم في الاكاديميه سواء في البلاد الافريقيه اللي هم هيتفقوا عليها يعني. طيب خلينا بس اخد بقى يعني واحد من نجوم برضو النادي الاهلي، كابتن امين عرابي طبعا، والمدير الفني لفريق 99 في النادي. حبيبي. كابتن امين مساء الخير عليك. كابتن كده كابتن فاروق، وبمس عليك وبمس على نجمنا الكبير وكابتننا كلنا واللي اتعلمنا منه الكابتن بيبقى عطمه. الله يخليك يا حبيبي. الله يخليك. منور يا كابتن. اكيد يعني قطاع ناشئين حاجه مهمه جدا للنادي الاهلي، خصوصا يعني ان مجموعه كبيره من اللاعبين بيهمنا انها تطلع للفريق الاول. طمنا كابتن على فريق 99، هو الفريق الاقرب للاعبين ان هو يبقى متواجد في الفريق الاول. والله كابتن انت عارف الفرقه، يمكن الكابتن ريم ادرى مني حتى من السنه اللي فاتت واللي قبليها. الفرقه دي كانت فرقه يمكن معقوله، ولا حد ما يمكن نتائجها ما كانتش كويسه. الحمد لله السنه دي يعني استلمتها من اول السنه، الحمد لله ماشيين خطوه خطوه. الحمد لله احنا دلوقتي ماشيين اول على الدوري الجمهوريه، عندنا اكتر من لعيب في منتخب مصر في مراكز مختلفه، في باك ليفت، في ثيرد باك، في حارس مرمى. يعني الحمد لله انا شايف ان الامور يعني ماشيه كويس، وادينا بنجتهد والباقي على ربنا ان شاء الله. لكن يعني كابتن بتشوف مين اللعيبه اللي ممكن بقى من وجهه نظر كابتن امين ان ليهم يعني فرصه ان شاء الله موجودين في الفريق؟ والله كابتن انا عايز اقول لحضرتك، انا عندي ولد مساك كويس جدا، هو دلوقتي في منتخب مصر مع الكابتن حماده في دوره الكوسوفو دي اللي بيلعبوها دلوقتي بره. ويمكن انا كلمت كابتن احمد ايوب عليه، محمد عبد المنعم، هو لعيب مستك هايل وقوي وسريع وجامد، ده اقرب واحد دلوقتي ممكن. في بعد كده في اكتر من اسم، في صالح نصر، في صلاح يحيى، في احمد شكري، في لعيبه كتير يعني. انا مش عايز انسى حد من الولاد، لكن هم كلهم فعلا لعيبه كويسه. طب واحنا بنتكلم مع كابتن ابراهيم وبيتكلم دلوقتي على جزئيه الاكاديميات اللي خارج مصر، ودي فكره اعتقد انها موجوده عند مجلس اداره النادي الاهلي الحالي طبعا بقياده كابتن محمود الخطيب، والخروج بقى بره الصندوق وحته ان انت يبقى عندك لعيبه بره مصر انت بتربيهم وبتجيبهم من القطاع او بتجيبهم من الفريق او تستفاد بيهم بشكل ما. راي حضرتك في هذه الجزئيه كابتن امين؟ يعني اكيد حضرتك ملم بهذه الجزئيه. نقطه مهمه جدا اللي انت اتكلمت فيها، وطبعا الكابتن ابراهيم. وبعدين بص يا فاروق عشان ما انساش حاجه برده مهمه جدا، كل الاسماء اللي انا قلتها لك دي انا متاكد لو طلعت ورقه دلوقتي من جيب الكابتن ابراهيم هتلاقيهم مكتوبين عنده من سنتين ثلاثه فاتوا. كابتن ابراهيم متابع جاي للقطاع. لا اصل انا عارف يعني الكابتن ابراهيم راجل محترم وراجل طول عمره بيلف وعارف مين اللعيبه، وهو قال لي عليهم كمان قبل ما انا امسك الفرقه صراحه يعني. لكن الموضوع اللي انت بتتكلم فيه ده موضوع خطير جدا، وطبعا يا ريت دي تحصل للنادي الاهلي، لان النادي الاهلي دلوقتي عايز يتجه للعالميه زي ما الكابتن خطيب قال وزي المجلس الجديد ما قال، ودي حاجه تبقى كويسه جدا لينا ان احنا يعني. الكابتن ابراهيم برضو كابتن شوقي طبعا قبليه عملوا اكاديميه في الكويت، اعتقد ان لو اتعملت في اكثر من مكان النادي الاهلي معروف في الدول العربيه كلها وفي الشرق الاوسط في افريقيا، فاعتقد ان دي هتدينا مساحه اكبر للعيبه وهتخلينا نتوسع اكثر للعيبه، وان احنا نقدر نجيب لعيبه تفيد النادي الاهلي وتفيد المنتخبات هنا. ف
سواء لعيبه اجانب تقدر تشتغل عليهم بعد كده، تقدر تسوقهم اللعيبه بتاعتك تقدر تسوقها، فدي طبعا فكره جميله جدا ويا ريت تتطبق. لا ان شاء الله تطبق يا كابتن. اكيد يعني كابتن ابراهيم بيقول ان هو كان النهارده متواجد مع كابتن محمود خطيب وبيحاولوا يعني يرتبوا البيت من اول وجديد، وده الهدف يعني هيكون ده هدف من الاهداف اللي موجوده في خطه يعني طبعا المجلس. فاروق ما انت طبعا سالت الكبير الكابتن ابراهيم، ما بتسالنيش انا بقى. انا باخد رايك، خلي بالك كابتن. ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا يخليك. دايما احنا بنستمتع وبنبقى مبسوطين ان انت النادي بتاعك بيوصل وبيفكر في امور أكيد جديده أكيد امور بره الصندوق، فبالتالي دي حاجه مميزه يعني لازم ناخد راي نجومنا الكبار برضو فيها. وعايز مش عايز انسى برضو الدكتور عمرو بن مجد بصراحه قايم بمجهود رائع في القطاع السنه دي والناس ماشيه كلها كويس، والحمد لله احنا عندنا النهارده اكتر من 5 فرق ماشيين اول بعكس الفتره اللي فاتت. والكابتن ابراهيم يعني انا شايف ان ايدهم في ايدين بعض والامور ماشيه هنا وهنا زي الفل. ويمكن انا يمكن بره الاكاديميه، لكن بقول لك برضو الاعداد زادت جدا، وانا بشوف بنفسي الدوري اللي الكابتن ريم اشترك فيه ودخله برضو عمل طفره في الولاد بتوع الاكاديميه، واعتقد ان هو بدا في لعيبه ممكن يبقوا متواجدين احسن من اللي موجودين في القطاع، ودي هي دي سمه النادي الاهلي، وهو ده اللي هيحصل، الفرق الكبير اللي هيحصل في النادي الاهلي ان شاء الله الفتره اللي جايه. كابتن امين انا بشكرك طبعا وبالتوفيق ليك وتوفيق لفرقتك، وانك تطلع لنا عدد كبير من اللاعبين للفريق. اول كابتن امين عرابي طبعا مدير الفني لفريق 99 بالنادي الاهلي في القطاع الناشئين. كابتن خلينا نكمل كلامنا في هذه الجزئيه لانها مهمه جدا. انا طبعا حابب اتفضل. بص الربط بين القطاع وبين الاكاديميه ده حاجه مهمه جدا، وما كانتش التفاهم ما كانش موجود في السنوات السابقه. لما حصل التفاهم ده حصل الدوي به وقدرنا ان احنا نعمله. ده طبعا نتيجه لان كابتن عمرو اقتنع بالفكره اللي انا قلتها، بحيث الدوري بان هتخدم النادي الاهلي وهتخدم الاكاديميه وهتخدم القطاع. طب الولاد دول بيحتكوا بالقطاع. اما ليه؟ اما ليه؟ ما هو احنا في وسط السنه هنعمل لقاءات بقى بين المنتخب اللي احنا عاملينه وبين الولاد اللي في القطاع اللي هم نفس السن. كابتن نفس السن بحيث ينقوا منهم الولاد اللي هم يقدروا يبقوا موجودين في القطاع، وهكذا التعاون يبقى مستمر. حاجه ثانيه احنا برضو بنتعاون فيها مع الكابتن عمرو الحقيقه مع القطاع. انا مطلع المدربين اللي عندي في الاكاديميه بيساعدوا المدربين اللي في القطاع، وبالتالي برضو كده خبراتهم بتزيد، زائد ان هم الناس الكويسين فيهم هيحطوا عليهم كمدربين يعني، ويبقوا في القطاع السنه الجايه. فدي برضو سمه من سمه التعاون بيننا وبين القطاع السنه دي. ما كانش موجوده قبل كده. كانت فرصه المدربين اللي في الاكاديميه كانت ضعيفه جدا انهم يلتحقوا بالقطاع فوق. السنه دي طبعا نظرا للتفاهم اللي بيننا وبين القطاع والحواجز اتشالت، فالامور بقت جميل. سهل. بعض النادي الاهلي صحيح يعني كله بيخدم في النادي الاهلي، فحتى المدربين بتوع القطاع بييجوا يتفرجوا على الماتشات بتاعتنا عشان برضو يشوفوا مستوى الولاد، اخبارهم ايه، مين اللي مستواه اتقدم، مين الحاجه، عشان كل الاراء تبقى متفقين مع بعض كلنا مين اللي هيبقى ان شاء الله. اصعب حاجه كابتن بتواجهها في الاكاديميات ايه يا كابتن؟ نعم، اصعب حاجه بتواجهها اولياء الامور. لسه كنت هكلمك. اولياء الامور بتتعامل معاهم ازاي كابتن؟ لا هو ايه، بيبقوا مستعجلين قوي يعني. احنا طبعا عشان خبراتنا في المجال ده بيبقى اكتر منهم. هم اول ما بيحسوا ان الولد ابتدى يبقى شو هيبتدي يلعب كوره، بيحب يتدخل بقى. بيحب يتدخل مش في مصلحه الولاد، مش مصلحه ابنه. يعني طبعا بنحاول بطريقه او باخرى بنفهمهم وبنقول لهم يعني ما تتدخلوش، احنا دول من اول ما بيدخلوا الاكاديميه دول بقى اولادنا احنا، واحنا حريصين عليهم ان احنا يعني واقفين في ظهرهم ان احنا ان شاء الله باذن الله نقدر نوصلهم لحاجه كويسه يعني. طيب. يعني حته العيله اللي موجوده في الاكاديميه بتفرق كتير، ان انت تبقى مصاحب اولياء الامور بحيث لو في سلبيات يقدر يقولوها لك تقدر تعالجها على طول، بحيث يبقى ايه طول ما احنا ماشيين في السكه كده كانهم معاونين ليك، لانه كل واحد ولي امر عينه على ابنه. صحيح. فانت لما تبقى مصاحبهم مش هيكسفوا يقولوا لك بقى على السلبيات، فلما يقول لك على السلبيات تعالجها بسرعه يبقى ده
مزيد من النجاح للاكاديميه، وده الحمد لله الحمد صحيح. لله ده اللي حاصل. طب يعني كابتن، هل في تفكير في افتتاح اكاديميات اخرى، فروع اخرى داخل مصر؟ احنا بنتكلم دلوقتي في افريقيا، موجود الفكره ان شاء الله تتنفذ في اقرب وقت، لكن داخل مصر اكيد اقبال النادي الاهلي المصريين او المحبي النادي الاهلي في كل مكان، من جنوبها لشمالها لغربها لشرقها، اكيد لو في فكره ان يتفتح فروع ثانيه ما اعرفش بقى. احنا اولا مبدئيا احنا عندنا 12 اكاديميه. تمام جميل. عندنا خمسه في القاهره، مدينه نصر والشيخ زايد ومدرسه السعاديه وحلوان والقطاميه. عندنا في المنصوره، وعندنا في اسوان، وعندنا في اسيوط، وعندنا في سوهاج، وعندنا في اليوبلس الشروق، وعندنا الكويت. ما عندناش ليه في سينا كابتن؟ ايه؟ سينا ليه؟ لسه هو في ثلاثه دلوقتي تحت، لسه مقدمينهم النهارده للكابتن الخطيب اللي هو اجل سينا ومطروح برضه. لا في الدلنجات، الدلنجات في دمنهور، في المنيا، وفي حي الاشجار في اكتوبر، وفي الاليوبيه في بنا. دول مقدمينهم دلوقتي، الاوراق كلها جاهزه، وانا طبعا قبل ما بقدم اي حاجه بروح اشوف المكان، يعني بروح طبعا نسيت الديدامون في الشرقيه، ديدامون الشرقيه، بروح اشوف المكان، وبروح اشوف اوض اللبس، وبروح اشوف الاماكن الحمامات واماكن الجلوس بتاعت اولياء الامور، اطمن على كل الحاجات ديت الاول قبل ما نعمل الاجراءات ونقدمها لمجلس الاداره. جميل. فكل الاماكن دي انا رحتها، مفيش مكان ما رحتوش. عايزين نروح، بقول لك سينا كابتن. ربنا يسهل ان شاء الله باذن الله، يعني ان شاء الله باذن الله في لعيبه كويسه هناك. طبعا والناس تتمنى طبعا، لانه عندكم محب، عندنا محبين. لا طبعا احنا لما بيتقدم لنا حد، اي مؤسسه او اي مركز شباب او اي نادي، انه عايز يعمل اكاديمي، لان احنا ما بنكلمش افراد، يعني الاهلي ما بيتفقش مع افراد، بيتكلم مع مؤسسه او ملعب نادي، يعني لازم يبقى فيه مؤسسه موجوده كابتن تقدر تعملها، وتقدر تتكلم معاها، وتقدر تتفق معاها. فلو حد تقدم لنا طبعا ده احنا يشرفنا يعني نكون هناك. وفي يا كابتن يعني حاجه مميزه، انك يعني يبقى التعامل مع قطاع يبقى منصهر كده مع بعض، قطاع مع لا لا لا, لا مع الحمد لله. لا السنه دي طبعا لا، يعني بص كل ما يبقى، لان الهدف الهدف واحد، ان انت مصلحه النادي الاهلي، فليه ما يبقاش فيه تفاهم؟ صحيح. يعني الامور لازم يبقى فيه التعاون، وبعدين التعاون بيجيب نتيجه، لان الاهداف متلاقيه، هو عايز يطلع لعيبه في الفريق الاول، وانا كمان عايز اطلع لعيبه في الفريق الاول، يبقى دام الاهداف متلاقيه يبقى ان شاء الله باذن الله التنفيذ يبقى سهل بيننا وبينهم. طيب وانا طيب يا كابتن، يمكن واحد بقى من اللي زملتهم في النادي الاهلي، واحد من نجوم النادي الاهلي وايضا مدرب او مدير فني لفريق 2001 كابتن محمد شرف، اكيد يعني. لا حبيبي معرفش دربته يا كابتن ولا لا؟ ابني. امال ايه؟ طبعا صح، ابني ده حاجه محترمه جدا. كابتن محمد مساء الخير عليك. نور يا كابتن محمد، تحياتي ليك. سعيد جدا بوجود الكابتن ابراهيم، يعني مدربي وابويا واخونا الكبير، ربنا يديله الصحه يا رب، الراجل اللي اتعلمنا منه كتير جدا سواء لعيبه او مدربين صراحه. تحياتنا ليك كابتن محمد. ربنا يخليك يا محمد، ربنا يخليك يا حبيبي. كابتن محمد طمنا على فرقتك، اخبارها ايه والدنيا ماشيه ازاي؟ في الاول لسه، في الاول. الحمد لله الحمد لله متصدرين، وان شاء الله للنهايه باذن الله. لا عنده فرقه كويسه. متابع كابتن؟ عنده فرقه كويسه. فرقه كويسه قوي ما شاء الله، هو كمان من المدربين المبشرين، يعني ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقه يعني. المباريات يا كابتن اخبارها ايه؟ طب طمني. الحمد لله عندنا يعني اخر ماتش فزنا الحمد لله، كانت مباراة صعبة يعني، لكن الحمد لله يعني كان أسبوع صعب الحقيقة. كان أمام مين يا كابتن؟ الأسبوع اللي فات جمعة، اتنين جمعة. كان أمام مين آخر مباراة؟ مع المصري كسبنا 3-0، وبعدين لعبنا إمتي على ملعبنا كسبنا 5-1، وبعدين لعبنا الجيش وفرقة محترمة جدا فرقة الجيش، وكسبناهم في ملعبهم 3-1 الحمد لله. جميل. الماتش الجاي بقى إيه؟ يعني عندنا الاتحاد السكندري إن شاء الله. هناك؟ لعبنا يوم الجمعة. أوكي هنا. ده ان شاء الله خير، ده يبقى ماتش كويس. انا جاي لك متصدر بفارق قد ايه يا كابتن؟ تنورنا دايما، ربنا يخليك. متصدر بقد ايه يا كابتن، وفارق قد ايه عن الفريق الاقرب ليك؟ المركز الثاني الزمالك فارقين ب7 بونت، وانبي الثالث فارق 11 بونت. طب طمني كده على اسماء او لاعبين بتتوقع ليهم ان شاء الله يبقوا متواجدين في الفريق الاول يا كابتن شرف. والله هي مجموعه كلها والله متميزه، يعني عدد كبير، يمكن كابتن ابراهيم عارفهم كمان بالاسم، كتار يعني من حراسه المرمى حمزه وعاصم، جولين مبشرين جدا، وما شاء الله فنيا وجسمانيا كمان فوق ال 190 سم، يعني
اجسام وخامه مبشره. عندنا طبعا محمد المغربي من اللعيبه المميزه جدا، بيلعب في الارتداد وبيلعب باك شمال، وده يمكن من انتاج اكاديميه النادي الاهلي. على فكره بقى طبعا. على فكره محمد المغربي ده نتاج اكاديميه النادي الاهلي في اكتوبر. كابتن ابراهيم كان هو المسؤول عنها صحيح. ايوه اكتوبر كمان. ايوه بس احبك كابتن انت بتحدد. ايوه كابتن ابراهيم. لا ما انا بقول لك على طول اهو. توفيق ان شاء الله. صادر يا كابتن. كمل يا حبيبي. يوسف عثمان برضو من ولاد الاكاديميه، احمد. ايوه ولاد الاكاديميه عندنا يعني. ايوه قاعده كبيره هو اكتوبر برضو. يعتبر اكتر يعني، احنا بنقول يمكن فرقه 2001 امل النادي، لكن هم بدايتهم الحقيقه من الاكاديميه. جميل جدا. طعمنا طبعا بلعيبه ثانيه مميزه زي معاذ ربنا يشفيه، عبد الرب طبيب لعيبه كويسه قوي، عبد عربي، عمر علي رزق لاعب لبنان الثاني عبيدي لعيبه كويسه جدا، شادي رضوان برضه من اكاديميه النادي الاهلي. يعني في مجموعه ما بين الاكاديميه وما بين الاختبارات ولعيبه في انديه ثانيه، فهي توليفه الحمد لله متجانسه، وان شاء الله باذن الله زي ما دكتور عمرو وكابتن خالد بيقولوا ان فعلا هم دول امل النادي. ان شاء الله فعلا فيهم ريحه النادي الاهلي وعندهم رجوله لعيب النادي الاهلي اللي هو دايما عنده حميه على الفوز ودايما بيبص للمكسب. الحمد لله هم طالعين الحقيقه من تربيه محترم سواء من الاكاديميه او من قطاع مدرسه الكوره. صحيح. كابتن شرف بالتوفيق ليك يا رب ان شاء الله، واكيد مباراه الاتحاد مباراه تبقى قويه، بس احنا طبعا واثقين فيك واثقين في فرقتك اللي لعيبه مميزه، واكيد زي ما انت بتتكلم كده انت عديت عدد كبير من الاكاديميه. ما انا بقول لك بشكرك كابتن شرف طبعا بشكرك. لو على فكره في منتخب مصر السنه دي، فيعني نتمنى ان يبقى عدد كبير من النادي الاهلي ان شاء الله ممثلين في المنتخب ان شاء الله باذن الله. طيب كابتن، احنا بنتكلم بقى يمكن استوفينا بشكل كبير الاكاديميه، يهمني نجم كبير، نجم النادي الاهلي وواحد من اللعيبه المميزه بقى في كرة القدم، ما زلت بتلعب معانا بقى في فريق الشمس حتى الآن بتتحفني صاحب الشمال دي يا كابتن يعني. الحمد لله لما بتعملها. النادي الأهلي الموسم ده ورأيك في أدائه، يعني بغض النظر عن المباراة المخاصة كابتن، مباراة مهمة كمان المباراة القادمة. لا المباراة المخاصة بالرغم إن احنا يعني انهزمنا فيها ودي أول هزيمة لينا يعني، إنما اللعيبة أدت أداء أكثر من ممتاز الحقيقة. يعني غياب التوفيق عنا في الماتش ده، كنتين في العطر يعني، ضياع لجوان كتير، ما حدش بيبص للمجهود الكبير اللي عاملين اللعيبه والضغط النفسي والعصبي اللي عليهم. كل ثلاث اربع ايام ماتش ولازم تكسب. سياسه التدوير اللي موجوده الحقيقه الكابتن حسام بيعملها بحنكه شديده، والحقيقه ربنا يوفقه. في لعيبه لما بتبقى بعيد عن الملعب وبتنزل بتحاول تثبت جدارتها بسرعه، فالحماس بياخدها. في لعيبه بتوفق وفي لعيبه ما بتوفقش، فبرضه محطوطين في خانات كلها اختبارات. فلا النادي الاهلي بالعكس يعني، الماتش اللي خسه كان مستواه كويس قوي، والاداء بتاع اللعيبه الحقيقه من اول الموسم الاداء متميز جدا، ويعني والنادي الاهلي بيلعب بتحس ان هو يعني مش فرقة عربية، حتة اللمسة الواحدة وحتة اختيار المراكز وحتة ما فيش حد بيتقيد بمركزه وحتة المساحات اللي عامة كابتن ما كانش متوقع يعني بشكل التيم بتاع النادي من بداية الموسم والأداء اللي بيعمله والنتائج كمان. كان ناس اغلب الناس تقول لك لا هو ممكن يحصل تعادل في الموسم ده بالنسبه للاهلي، لكن نتغلب الشكل كان هم الافضل في الدوري، كل حاجه اللاعبين كل حاجه، الشكل الجماعي كمان كان اكثر من رائع الحقيقه. ما انا بقول لك خلق المساحات وخلق المساحات لبعضهم واختيار الاماكن برضه الحقيقه يعني الحقيقه بيقدموا مستوى متميز السنه دي، وانا ان شاء الله باذن الله متوقع لهم هيكسبوا الدوري بفرق كبير ان شاء الله باذن الله. السؤال ده ايه؟ تتوقع قبل بكام اسبوع؟ لا بكتير. انا بقول لك اقول ان النوادي عماله تخبط في بعض، واحنا ان شاء الله باذن الله يعني لكل جواد هي بتبقى مباراه لكل جواد كبوه يعني. فالكبوه دي مش هتستمر يعني، ده ان شاء الله باذن الله هنكسب. خصوصا كابتن انت اديت اداء كويس جدا جدا يعني، انا كل الماتشات اللي وحش مثلا كل الماتشات اللي من اول الدوري بنادي اداء كويس. لو احنا كسبنا الماتشات اللي متاجله لنا هنبقى فرق كبير قوي عن التاني. خلي بالك كابتن بعد الماتش جمهور الاهلي ما كانش زعلان يعني، زعلان طبعا النتيجه، لكن طبعا كان الشكل
مباراه جيده، حتى انبسطوا الفريق المصري ما خاصه، وده ميزه جمهور النادي الاهلي. ان هو ممكن يبقى حزين على فريقه لكن شاف الفريق الثاني بيلعب كويس والامور كانت مباراه جيده يعني. لا، وكل اللي يهم الجمهور ان انت بتادي اداء كويس. الاداء كويس بيؤدي النتيجه. فكل ما انت بتادي كويس بيؤدي. صدفك سوء حظ بقى وربنا ما وفقكش في اكتر من هدف كان محقق يعني، فدي بقى خارجه عن نطاق المدربين واللعيبه وكل حاجه. الوقت بيجري معاك كابتن. نعم، الوقت بيجري معاك. بس سؤالي بقى قبل ما اختم حلقتي مع حضرتك، ما شفتش محمد صلاح؟ مع ان انت عينك كويسه كده حبيبي. اولا محمد صلاح ربنا يوفقه. راجل اولا السلوكيات هي اللي موصلاه للمكانه دي. سلوكيات جميلة، بار بأهله، بار ببلده، أو أولا بيعمل خير غير طبيعي للناس اللي حواليه ولبلده بأرقام كبيرة قوي يعني. اللي بيبني مدرسة واللي بيعمل الملاجئ والمستشفيات يعني ربنا بيديله على قد نيته. ربنا يوفقه ويكسب أفريقيا برضه، ويكسب أحسن لاعب في أفريقيا ان شاء الله باذن الله. طول ما هو ماشي كده نتمنى ان اكتر من محمد صلاح يبقى موجود عندنا. لكن ظهوره كابتن بره اكتر يعني، برضو يعني الانظار ما كانتش متوجهه ليه بشكل كبير. وكان طبعا نادي المقاولين هو واحد من اللاعبين اللي كانوا موجودين في نادي المقاولين، وطلع على كابتن ابراهيم. انا بقول لك سالتك ما بصيتش عليه وما شفتوش ليه؟ لا، هو من اقول لك من بدري. في شركه من الشركات بتعمل دوري المدارس، احنا مختارينه من دوري المدارس. انت كنت موجود؟ وهو 12 سنه. انت كنت موجود؟ انا موجود. وكان معانا كان معانا الكابتن ريعو. الكابتن ريعو كان ماسك نادي المقاولين، خده من طنطا وداه نادي المقاولين. وده برضه من الخبراء اللي موجودين بينقوا البراعم. هو كان السبب انه وداه نادي المقاولين عشان برضه ما نغتبش حق حد يعني. ومن نادي المقاولين ابتدى بقى المواهب تتحسن، بس هي ما اتحسنتش قوي الا لما طلع بقى يعني كيب. يعني الوضع مختلف تدريجيا وفنيا كل حاجه. ففعلا البدايات كانت من هنا على ايد مدربين مصريين، انما هو الولد اجتهد وملتزم يعني ملتزم في المواعيد. يمكن هو اكتر واحد من اللعيبه المصريين التزمت بنظام الاحتراف. تعالى في اليوم الفلاني بيجي التمارين في الوقت الفلاني بنروح. وبعدين ما شاء الله انا سامع حسن لغته جدا، بقى بيتكلم عادي جدا. طبعا ما هي دي مهمه جدا، مهمه جدا ان انت انا بس يعني نصيحه صغيره كده، ما يستعجلش انه ريال مدريد وبرشلونه، ما يستعجلش. هو لسه لغايه دلوقتي هو محقق حاجات، محقق اهداف هايله في انجلترا مع نادي ليفربول. كان تحدي ليه يا كابتن؟ ما انا بقول لك محقق حاجات. اولا المدرب بيحبه، والمدربين واللعيبه كلها بتحبه، وبرغم ان هو هداف ليفربول وهداف دوري انجلترا دلوقتي، انما اسيست في عدد كبير يعني. بيجي فرص هو عنده 80% بيجيب جون، لا بيبقى اسيست الواحد وبيقدر يسلمها لحد عشان يجيب جون. ما عندوش حته المظهريه والانانيه، ودي اللي مميزاه عن اي حد تاني يعني. عشان كده لما بتجيله فرص للتهديف بيجيبها، بيبقى اللعيبه كلها بتروح تحضنه وتروح تبوسه يعني، محبوب في وسط اللعيبه. فما يستعجلش في حته ريال مدريد وبرشلونه دي، خليه يكمل السنه دي عشان يحقق باذن الله الاهداف. هو عنده الذكاء الكافي في هذه، ونتمنى ان اكتر من لعيب يحقق الحاجات دي في دوري وبتاع، عشان ربنا يكرمنا في كاس العالم، ويبقى برضه كميه اللعيبه المحترفه بره مصر ان شاء الله يبقوا كتير، ويساعدونا ان شاء الله ان احنا نرتقي للادوار الاخرى يعني، نوصل دور 16، نوصل دور 8 يا رب ان شاء الله باذن الله. دايما نتمنى ان يبقى في كذا محمد صلاح كده، ربنا يوفقنا في كاس العالم ونحقق حاجه، وربنا يبعد عنه الاصابات يا رب يا رب ان شاء الله. فعلا هو لعيب مميز وفخر لينا بشكل كبير. كابتن ابراهيم بشكر حضرتك يعني، نورتنا وشرفتنا. لا انا اللي متشكر ان انا شفتك بقالي كتير ما بشفكش. انت عشان ما بتجيش، عشان ما بجيش العب الشمس دلوقتي، مشغول في الاكاديميات عمال اروح. فان شاء الله باذن الله في الاجازه بتاعت الامتحانات دي هشوف. شرف ان شاء الله، نورتنا وشرفتنا هنا قناه الاهلي. طبعا قناه كل نجوم النادي الاهلي لازم يبقوا متواجدين معانا، كل الناس اللي بتخدم داخل النادي. هي بتعمل ايه يا كابتن لهذا الكيان الكبير؟ بشكرك كابتن ابراهيم يعني، استمتعنا اكيد بكابتن ابراهيم عبد الصمد، وايضا قبله طبعا كابتن شوقي عبد الشافي، نجوم كبار في
في النادي الاهلي سابقين، ولكن ما زالوا بيدوا بشكل قوي للنادي الاهلي. لازم نكون طبعا نكون متواجدين معاهم، بنتكلم معاهم في كل حاجه خاصه طبعا بذكرياتهم وايضا بعملهم داخل كيان النادي الاهلي في وقت من الاوقات او مستمرين حاليا زي كابتن ابراهيم عبد الصمد. اشكركم، اكيد مستمرين معاكم بقى مع فريقنا ان شاء الله للمباراه القادمه، مباراه طنطا هنغطيها بشكل مميز، هنكون معاكم لحظه بلحظه. عندنا بكره ليله المباراه هكون متواجد مع حضراتكم مع نجوم كبار زي كابتن شريف عبد المنعم، كابتن ربيع ياسين، هنتكلم طبعا على توقعاتنا للتشكيله، نتكلم على حاجات كتير خاصه بمباراه طنطا. لكن كل التوفيق طبعا لفريقنا، كنا معاكم من خلال استاد الاهلي، تصبحوا على خير.